قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله تعالى بين أن الأشهر الحرم 4 من 12 شهر، وهي الأشهر القمرية، والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هذه الأشهر 4 هي الأشهر الحرم، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. ومطلوب منك أنت أيها الإنسان أن تحترمها ولا تظلم نفسك بفعل محرم أو ترك واجب. كن على حذر